أهلا بكم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقعت حادثة عجيبة لرجل اسمه ابن الهيبان. قبل البعثة بسنتين بدأت تتغير أمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية مثل فلق الصبح، وكان يحب الاختلاء بنفسه. هذه الأمور وقعت في مكة، لكن ماذا عن الشام؟ إيش اللي حصل في الشام لابن الهيبان؟ ابن الهيبان هذا كان حبر من أحبار اليهود، حبر يعني عالم كبير من علماء اليهود، وكان يعرف التوراة والإنجيل ويعرف الحساب. تفاجأ أهل يثرب، وهي المدينة المنورة قبل الإسلام كانت تسمى يثرب، بدخول هذا الرجل عليهم، واتجه إلى بني قريظة. فلما وصل إليهم تفاجأوا بعلمه وعبادته، فكان رجل كثير العبادة كثير التفكر والتأمل. ففي ثلاثة من شباب يهود اسمهم ثعلبة وأسيد وأسد بن عبيد تأثروا به وبدأوا يتابعونه، فيقولون: كنا إذا أجدبت الأرض وانقطع القطر من السماء نذهب إلى ابن الهيبان فنرجوه أن يدعو الله لنا بنزول المطر. يقول: والله لا أدعو لكم حتى تخرجوا من أموالكم صدقة. فيأخذ الأموال ويوزعها على الفقراء، وبعد أن يوزع الصدقات يتجه إلى الخلاء ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، فوالله ما يقوم مجلسه حتى ينزل القطر من السماء. هذا الرجل ابن الهيبان الرجل الصالح لما حضرته الوفاة طلب في حضور جميع يهود. لما حضر جميع يهود قال ابن الهيبان: يا معشر يهود، ما تظنون أنه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ أرض الخمر والخمير يقصد بها الشام، أما أرض البؤس والجوع فيقصد بها يثرب. يقول: ما تظنون أنه أخرجني من الشام إلى يثرب؟ قال: فإني إنما خرجت إلى هذه البلدة أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجرة، يقصد يثرب. قال: فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضل لكم زمانه، فلا يسبقنه إليكم أحد يا معشر يهود. كلام ابن الهيبان سمعه كل معشر يهود، وكان من بني قريظة ثلاثة شباب: ثعلبة وأسيد وأسد بن عبيد، فهموا هذا الكلام جيد. مرت السنين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة، ولكن لم يسلم بني قريظة ولم يسلم الشباب الثلاثة. وفي معركة الأحزاب تجمع كل الكفار وحاصروا المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عهد مع بني قريظة لكنهم خانوا ذلك العهد. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلى بيت أم سلمة، ووضع السلاح، ثم أتاه جبريل وقال: يا رسول الله، أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانطلق إلى بني قريظة لأنهم خانوا العهد. لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة وكانت حصونهم عالية، قال الشباب الثلاثة الذين كانوا يسمعون لابن الهيبان: يا معشر يهود، أوليس هذا هو النبي الذي ذكره ابن الهيبان؟ قالوا: لا، ليس هو. ولكن الشباب الثلاثة أصروا، فنزل الشباب الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم. كان سبب إسلامهم هو الحبر اليهودي ابن الهيبان. اليهود كانوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وصلى الله عليه وسلم.